التجريح عمل شروخ ما بين العمود والحيطة وبين الكاميرا وبين الحيطة، كاميرا هنا نظام كاميرا، تمام؟ تريهات حاجة زي كده. ده شق، ده شق كده أو شروخ أو تنميل. لو حطيت معجون على طول هذا البلاستيك هيبقى شبه تاني. عايز اوريك الفرق دلوقتي قبل وبعد، هشوف النتيجه بعد 5 شهور. اول حاجه هنصنفها نجيب سنتر بصل 150، عشان يلزق في المعجون. ده مادة بسيطة، الليمون ده مادة بسيطة، هو بديل للشبك، سلك الشبك اللي احنا كلنا بنعرفه اللي بنحطه يبقى الشبك محصول بين الطرطشة وبين المحارة، لكن بنستخدم شبك الفايبر للوقاية من شروخ الجدران قبل حدوثه. أنا عندي المحارة دي هون حطيناها هنا وخففناها بالميه بنسبة 1 لـ3، هعبي العبوة دي ميه 3 مرات. ادي لتر ميه وادي كمان لتر ميه. الأول هستخدم الفرشة عشان أعبي الشروخ ديت. نجيب على الشروخ لو مسافة كبيرة تستخدم الرولة، تمام؟ تبقى دي بوزك. لو مساحة صغيرة أو شرخ شروخ صغيرة تستخدم الفرشة. هنطلع إيه من تحت لفوق أحسن، من تحت لفوق كده نمشي مع الشرخ. ميزة الجوند إن هو أساس مائل يخفف بالماء، فده أريح وأحسن. وهوريكم النتيجة بعد 5 شهور. هنستخدم الرول بقى. الرول بقى بيدخل الجون جوه الشرخ. تخرج كمان كويس قوي، يعني تلبس كوانتي، تلبس نظارة، تمام؟ المواد الكيماوية دي خطيرة شوية. بس هو البند يعني مكتوب عليه ان هو آمن، يعني المنتج آمن للاستخدام، تمام؟ معروف على نطاق كويس في مجال البناء والتشطيبات. في منتجات تانية شكل خطورة. ده معجون جاهز لاتكس، تمام؟ مش محتاج إضافة، بس ممكن نخففه بالمية، بس هو خد بالك إن هو بيخف قوي، يعني بياخد وقت على بال ما بيجمد، تمام؟ هنبتدي بقى نعمل بالشروخ قبل ما يتشف الأجهزة. بروح مغطيه بالطبقة اللي بعديها، يعني في أول 10 دقايق، عشان الجون لازم يبقى سائل لسه عشان يلزق في المعجون. المعجون ده مونه جديده بتلزق في المونه القديمه اللي هي المحاره. الحته دي بقى صعبه شويه عشان مش عارف اتحرك بسبب المعجون ده. الكف هو اللي بيظبط الحته دي. وهكذا نستنى عليه بقى 2 ساعة لما ينشف، وبعدين نصفره وندهن. هنستخدم المكنسة
احنا بنختصر مراحل كتير عشان ده مضروب، تمام؟ بس المشكلة عشان المساحة طبعا كبيرة. النتيجة زي ما احنا شايفين اهو. ارجو ان الفكرة تعجبكم. الشغل بنفسك والدهان على المحارة حسيتها كده بنفسي مع علاج اماكن الشروخ. ده شكل شبه نهائي. والسيراميك لسه ما اتعملش اهي، مفيش اي اثر. وش واحد بلاستيك على المحارة. شايفة يا دكتورة؟ ده بعد 5 شهور، تاريخ 21/1/2023، وبعد تركيب السيراميك. ده مكان الشقة، عملته بالأديبوند. ده بنفسي يعني. لله الحمد، مشكلة كانت بتقرقني أهي، مفيش أي أثر. وهنا برضه، كله بالأديبوند. مفيش أثر. ويا ريت اللي وصل لآخر الفيديو يعمل لايك ويشجعنا على الاستمرار وتقديم محتوى أفضل، إن شاء الله. هنا بقى لو تفتكر دي اللي ما اتعملتش بالاديبوند اهي، رجعت شراخت تاني.